وبالأرقام أيضا، وخاصة في البرنامج العربي والمكانة القوية التي تتمتع بها مسابقات المهر. أولا، أؤمن بأن تشكيلة الأفلام المشاركة في دورة هذا العام تثبت حقيقة أن مهرجان دبي السينمائي هو المهرجان الرائد في المنطقة ووجهة السينمائيين العرب من مختلف أنحاء العالم. لا يتجسد هذا من خلال الأفلام التي تعرض لأول مرة، أكثر من 54 فيلما في عرضها العالمي والدولي الأول، ولكن أيضا في الدور المهم الذي يلعبه سوق دبي السينمائي في دفع عجلة تطور قطاع السينما، وما كان هذا ليتم لولا ثقة السينمائيين العرب بمهرجان دبي وبأنه البيت الأنسب لعروضهم الأولى. ثانيا، أجد أن ميزة برنامجنا لهذا العام لا تقتصر على كونها تلبي مختلف الأذواق، فهو أيضا يوفر أفلاما مهمة وفريدة وخاصة. لدينا برنامج يغطي مساحات جغرافية واسعة مع تركيز خاص على مصر التي تحضر ب 12 فيلما، والمكسيك التي نسلط على سينماها الضوء، هناك 11 فيلما من فرنسا أو من إنتاج مشترك معها، وثمان أفلام من اليابان، و15 فيلما من الولايات المتحدة، خمسة أفلام في برنامج سينما الأطفال، و23 في سينما العالم، وخمسة من المكسيك. أما برنامج احتفال بالسينما الهندية يغطي مساحة الهند الثرية بتعدد لهجاتها وثقافاتها من البنغال إلى كشمير. وبالتأكيد تحضر أفلام آسيا وأفريقيا بكثافة في مسابقة المهر وخارج مسابقتها، بأفلام نادرة من الصين، تايوان، كوريا الجنوبية، تايلاند، كينيا، جنوب أفريقيا وتشاد. لو أرد اختيار كلمة واحدة لكي تصف برنامج عام 2010 ستكون كلمة الاكتشاف، اكتشاف مواهب وأفلام وأساليب وجغرافيا، أفلام ضخمة الإنتاج وأخرى مستقلة، أفلام الخيال العلمي وأفلام الحاضر، أفلام بلا حوار وأفلام موسيقية. ثالثا، أعتقد بأن المنافسة ستكون قوية هذا العام في كل من مسابقة المهر العربي والآسيوي الأفريقي ومسابقة المهر الإماراتي التي نطلقها هذه السنة وفيها 12 فيلما تعرض للمرة الأولى في العالم، واستقطبت أهم الأسماء المبدعة في دولة الإمارات. المسابقات الثلاث تلقت أفلام يصل عددها إلى 884 فيلما، سواء كانت طويلة أم وثائقية أم قصيرة، منها 403 أفلام للمسابقة العربية من 42 دولة، 113 فيلم وثائقي، 62 فيلم روائي، و228 فيلم روائي قصير. وربما هذه الأرقام 403 تشكل أيضا مؤشر لفهم السينما العربية وطريقة وآلية الإنتاج. بالتأكيد راح تكون هناك أفلام أكثر، ولكن ما تلقى المهرجان هو 403 أفلام. من إجمالي 54 فيلما مختارا للمهر العربي، هناك 34 فيلم في عرضها العالمي الأول، وأعتقد أنه هذا يمكن أكثر من نصف البرنامج عرض أول عالمي، وأربعة في عرضها الدولي، وخمس أفلام في الشرق الأوسط، وثمانية أفلام في الخليج. في برنامج ليالي عربية أيضا تم اختيار 11 فيلما، منها اثنين في عرضها العالمي الأول وواحد في عرضها الدولي. وأما برنامج أصوات خليجية فسيعرض خمس أفلام، منها واحد في عرض العالمي الأول. في المهر الآسيوي الأفريقي تلقى المهرجان 445 فيلما من 62 دولة،
110 أفلام وثائقية و136 روائي طويل و199 روائي قصير. من أجمالي 36 فيلماً ستكون حاضرة في المسابقة المهر. هناك 5 أفلام في عرضها العالمي الأول و4 في عرضها الدولي. بالنسبة للجنة التحكيم راح أمر سريعاً على رؤساء لجان التحكيم المختلفة. في المهر العربي الطويل سيكون رئيس اللجنة ميشيل خليفي من فلسطين. في المهر الوثائقي دونالد رافنود منتج برازيلي. في المهر الآسيوي الأفريقي الرئيس هو جوني تو المخرج المعروف. في الوثائقي أيضا المخرج المعروف الوثائقي المعروف أناند باتوران. في مسابقة القصير للعربي والآسيوي الأفريقي المخرجة الإيرانية رخشان بن اعتماد. وبالنسبة للمهر الإماراتي سيكون الرئيس الناقد المعروف سمير فريد. إذا ما عدت إلى 6 سنوات إلى الوراء عندما انطلق مهرجان دبي السينمائي يمكنني القول وبكل ثقة أننا نواصل النمو والتطور سنوياً. كل الدلائل تشير إلى ذلك: الأسماء المبدعة المشاركة، العدد المتزايد لطلبات الاشتراك، الأفلام في عرضها العالمي الأول، ونمو سوق دبي السينمائي. شكراً لحضوركم.